طيب بسم الله هنحل الجيزة ميدل تو أهو، دي نسخة 2020 مش النسخة الجديدة. أول question بيقول choose the correct answer. root 8 plus root 2 all square. طبعا البراكت سكوير انا فاكر كل واحد يفتكر كده كان x plus y all square، كان الفيرست تيرم سكوير هيبقى x سكوير plus 2 times الفيرست تيرم times السكند تيرم يعني x times y plus او minus على حسب الساين اللي في النص y سكوير. ده لما بيبقى فيه simples، بس هنا انا عندي numbers irrational numbers. طب اعمل ايه؟ هي الروت 8 دي عبارة عن كام؟ root 8 عبارة عن 2 times 4 plus root 2 all square. ال 4 دي هتطلع بره ال square هتبقى 2 هيبقى equal 2 root 2 plus root 2 all square، فهتبقى equal 3 root 2 all square اللي هي 3 square times root 2 square اللي هي هتبقى equal 9 times 2 هيبقى equal 18. السؤال الثاني the slope of any line parallel to x axis. احنا قلنا ان ال x axis او اي line parallel ليه ال slope بتاعه equal 0، اما السلوب بتاع الواي اكسس واي لاين بارلل للواي اكسس undefined، فهو هنا سلوب اوف اني لاين بارلل تو ذا اكس اكسس هيبقى ايكوال 0. ليه الاكس اكسس ايكوال 0؟ انا عندي السلوب ايكوال واي 2 ماينس واي 1 اوفر اكس 2 ماينس اكس 1. لو هو بارلل للاكس اكسس فالواي كونستنت لكل الفاليو اوف اكس، فهيبقى هنا نفس الفاليو ماينس هيبقى واي ماينس واي هيبقى ايكوال 0، فالسلوب بتاع الاكس اكسس هيبقى ايكوال 0. اما الواي اكسس واي لاين بارلل له الاكس هي اللي كونستنت، فهيبقى دي ايكوال 0 للواي اكسس، والديفيجن باي 0 undefined، يبقى اني الاكس اكسس واني لاين بارلل ليه السلوب 0، الواي اكسس واني line parallel للواي اكسس يبقى السلوب undefined. بعد كده the multiplicative inverse of negative 2 and 3rd is، معرفش انا اجيب multiplicative inverse لmixed number. mixed number اللي هي في whole number وجنبه fraction، لازم احوله ل improper fraction، وال improper fraction هو عباره عن fraction الدنومينيتور بتاعه greater than sorry النيوميريتور بتاعه greater than الدنومينيتور بتاعه. طب بحول ازاي؟ بعمل conversion ازاي من mixed number ل improper fraction؟ ال 2 times ال 3 plus ال ايه؟ plus ال 1. 2 times 3 equal 6 plus 1 يبقى negative 7 over 3. ده كده ايكوال، ده الفراكشن ده هو ايكوال، يبقى المالتيبليكيتيف انفرس بتاعي بقلب اللي تحت فوق واللي فوق تحت يبقى نيجاتيف 3 اوفر ايه؟ اوفر 7. طب هل هغير الساين؟ لا، الساين في المالتيبليكيتيف انفرس زي ما هي. الساين في المالتيبليكيتيف انفرس زي ما هي، يبقى المالتيبليكيتيف انفرس اوف نيجاتيف 2 اند 3 هو عباره عن نيجاتيف 3 اوفر ايه؟ over 7. طيب بيقول لي the median of the values 34 23 25 40 and 22 is، الميديان هي الفاليو اللي هي الميدل فاليو. طب ما عشان اجيب الميدل فاليو لازم نعمل ascending order، فعندي 22 23 25 بعد كده 34 بعد كده 40. عندي هنا even values ولا number of values ولا odd number of values؟ ادي 1 2 3 4 5 ده odd، يبقى هاخد الثيرد
بحيث ان يبقى فيه نفس العدد على يمين اللي في النص هو نفس عدد الفاليوز اللي على شماله. هنا في 2 فاليوز وهنا 2 فاليوز، يبقى الميديان بتاعي اللي هو مين؟ اللي هو ال 25. طيب بعد كده بيقول لي 2a square b times كام؟ equal 12a cube b. انا عندي هنا في فاكتور والمفروض هنا في فاكتور انا ما اعرفوش equal الريزلت بتاع المالتيبليكيشن. يبقى الفاكتور الثاني ده هجيبه ازاي؟ عباره عن 12a cube b divided by 2a square b هيبقى equal. Equal كام؟ 12 divided by 2 equal 6. A cube divided by A square هيبقى A. 3 minus 2 بعمل subtraction للباور هيبقى A. وهنا B divided by B equal 1. يبقى الريزلت بتاعي اللي هو 6A. بعد كده the mode of the values. المود هي الموست كومن ريبيتد فاليو، يعني أكتر فاليو اتكررت. 8 5 x plus 3 5 8 is 8. طب هنا ال 5 اتكررت مرتين وال 8 اتكررت مرتين، يبقى فاضل مره، يبقى x plus 3 equal 8. add negative 3 to both sides هيبقى ال x equal 8 minus 3 equal كام؟ equal 5. يبقى ال x equal 5. اما المود هو اوريدي عطيهولي اللي هو مين؟ اللي هو ال 8. بعد كده ال complete. The point 3 and كام؟ satisfies 2x plus y equal 10. دي relation، البوينت دي اللي هو ال ordered pair ده satisfy the relation. يبقى المفروض ان دي ال x ودي ال y اللي انا مش عارفاها. اعمل ايه؟ احط الفاليو بتاعت الاكس في الريليشن تتحول لايكويشن اجيب بيها الفاليو اوف ايه؟ الفاليو اوف واي. طب انا عندي 2 تايمز الاكس اللي هي ال 3 بلس الواي ايكوال 10 هيبقى 6 بلس واي ذا سينس ذيرفور 6 بلس واي ايكوال 10 يبقى ذيرفور الواي ايكوال 10 ماينس 6 ايكوال 4. يبقى الواي عندي هنا هتبقى 4. يبقى كده دي 4. بعد كده the mean of x and 2x and 3x is، هو المين اللي هو ايه؟ اللي هو عباره عن sum of values divided by number of values. طب sum of values اللي هو ايه؟ اللي هو x plus 2x plus 3x divided by number of values. كام value هنا؟ ادي 1 ادي 2 ادي 3 هيبقى equal 1x. الx دي كانها 1x. 1 plus 2 equal 3. 3 plus 3 equal 6x divided by 3 هيبقى equal كام؟ 2x. يبقى المين بتاعي هنا عباره عن 2x. طيب بيقول لي if 2x equal y then x to y دي تراكمي من الراتيو x to y معناها x over y. طب انا عندي هنا 2x equal y هعمل سيزرز هجيب هنا الواي وهنا الايه؟ ال 2. هجيب هنا الواي وهنا الايه؟ ال 2. هيبقى عندي الاكس اوفر واي ايكوال 1 اوفر 2. ما هي الواي اتشالت من هنا بقى 1. يبقى الاكس اوفر واي ايكوال 1 اوفر 2. او بمعنى تاني ان الواي الاكس للواي 1 اوفر 2، اما الواي للاكس هي دبل، يعني الواي عباره عن دبل اكس، يعني لو عملنا واي تو اكس هتبقى 2 تو 1. يبقى الاكس تو واي هي عباره عن 1
to 8 to 2. طيب بيقول if the center of set is 4 and the upper limit of this set is 8 then the lower limit of this set is. طب انا عندي center equal upper plus lower divided by 2. center كام؟ 4 equal upper 8 plus lower divided by 2. يبقى 8 plus lower equal 8. يبقى lower equal كام؟ يبقى lower عندي هيبقى 8 minus 8 equal 0. اللي بعده بيقول لي الانترفال closed interval 2 و 3 difference set of 2 and 3. يعني عايز ايه؟ عايز يشيل من الانترفال دي ال 2 elements 2 and 3. لو شلنا ال 2 elements 2 and 3 هيبقى اتحولت لل open interval 2 and 8 2 and 3. طيب بعد كده عندي بعد كده بيقول 3A if x equal root 7 minus root 6 and y equal 1 over x find the value of x plus y all square. Show the steps. يبقى لازم نعمل الستبس. أنا عندي ال y equal 1 over x يعني المultiplicative inverse بتاع ال x يعني 1 over root 7 minus root 6. ما ينفعش قلنا نخلي في rational numbers في denominator فلازم نعمل multiply ال conjugate number اللي هو عبارة عن نفس ال two terms بس الساين مختلفة هيبقى root 7 plus root 6 divided by root 7 plus root 6. ليه؟ علشان الاثنين دول divided نفس النمبر divided by نفسه هيبقى equal 1. يبقى انا كده ما غيرتش الفاليو بتاعت الواي. هيبقى equal root 7 plus root 6 divided by هنا ده ال difference between two squares. معناها ايه؟ معناها ان root 7 square minus root 6 square اللي هي هتبقى 7 minus ال 6 هيبقى equal root 7 plus root 6. وانا عندي الx اللي هي root 7 minus root 6 يبقى therefore ان الx والy are conjugate numbers. يبقى الx plus الy اللي هو ال 2 conjugate number عندي عبارة عن ايه؟ عبارة عن root 7 plus root 6 plus root 7 minus root 6 all square. ده اللي هي x plus y all square. فهيبقى عندي ال negative root 6 راحت مع ال positive root 6 additive inverse. هيبقى عندي 2 root 7 all square equal 2 square times root 7 square اللي هي هتبقى equal 4 times 7 equal 28. تمام؟ three b find in R the solution set of negative 15 less than or equal 2x minus 3 less than or equal 5. تمام؟ ومش عايز يعمل لها representation على النمبر لاين. انا اشوف هنا هضيع الاول النيجاتيف 3 هقول add 3 to all sides. هيبقى negative 15 plus 3 هيبقى negative 12 less than or equal
2x والنيجاتيف 3 راحت مع البوزيتيف 3 الاديتيف انفرس less than or equal 5 plus 3 اللي هي ال 8. بعد كده عشان اضيع ال 2 هعمل divide all sides by 2. هيبقى negative 12 divided by 2 equal negative 6 less than or equal x less than or equal 8 divided by 2 equal 4. يبقى عندي خلاص كده جبت الاكس لوحدها من غير اي فاكتورز جنبها، يبقى السوليوشن سيت بتاعتي الانيكواليتي سوليوشن سيت بتاعتها بتبقى عباره عن انترفال اللي عندي الرقم الصغير بيتكتب الاول اللي هو نيجاتيف 6 والرقم الكبير اللي هو ال 4 وهنا في ايكوال وهنا في ايكوال، يبقى دي كلوزد انترفال. لو في واحده ما فيهمش ايكوال هتبقى اوبند ايه؟ اوبند انترفال. تمام كده. بعد كده 3C simplify cube root 54 plus 8 cube root 1 over 4 plus 5 cube root 16. أولاً ما ينفعش يبقى فيه fraction under the cube root، وكمان عايزين نعمل الـ simplify فلازم نجيب للـ 54 والـ 16 والـ 1 over 4 نجيب لهم factors يكون فيها number perfect cube. يعني إيه perfect cube؟ يعني له cube root. فعندي الـ 16 هنا عبارة عن 2 times 8 والـ 54 عبارة عن 2 times 27، ومعنى كده ان لازم كله يبقى فيه كيوب روت 2. ال 8 ده بيرفكت كيوب وال 27 بيرفكت كيوب، فهيبقى عندي ايكوال كيوب روت 2 تايمز 27 بلس ال 8 دي عباره عن 4 تايمز 2، فال 2 هدخلها تحت الكيوب روت ب 8، هيبقى كيوب روت 8. ليه دخلت كيوب روت 8؟ لانها لو طلعت بره الكيوب روت هتبقى ب 2، هيبقى 4 كيوب روت 8 اوفر ايه؟ اوفر 4 بلس 5 كيوب روت 2 تايمز 8. بعد كده ايكوال ال 27 دي هتطلع نجيب الكيوب روت بتاعها هيبقى 3 كيوب روت 2، وهنا هيبقى 4 كيوب روت 8 ديفايدد باي 4 2 بلس 5، وال 8 هنا هتطلع بره الكيوب روت، الكيوب روت بتاعها 2 تايمز 2 تايمز كيوب روت 2، هيبقى ايكوال 3 كيوب روت 2 بلس 4 كيوب روت 2 بلس 10 كيوب روت 2. تمام؟ اللي هو هيبقى كام في الاخر؟ هيبقى المفروض 3 بلس ال 4 equal 7 plus 10 هيبقى 17 كيوب روت 2، وده السمبليفاي بتاعه. طيب بعد كده نمبر 4A بيقول if x الانترفال نيجاتيف انفينيتي و5 والy انترفال open interval 1 and 9 find by using the number line. عايز ال x intersect ال y، يبقى انا الاول هعمل النمبر لاين بتاعي الx والy يتقسموا نفس التقسيم 5 6 7 8 9 ونفس التقسيمة تحت علشان ايه؟ نعرف نجيب الانترسكشن واليونيون والحاجات دي. ادي النيجاتيف انفينيتي وادي الايه؟ الانفينيتي. فعندي اول انترفال نيجاتيف انفينيتي و5 كلوزد. ادي ال5 كلوزد والنيجاتيف انفينيتي اصلا اوبند على طول.
يبقى ادي الانترفال اللي هي الاكس. بعد كده الانترفال واي عباره عن 1 و 9. ال 1 opened تبقى مفتوحه كده، وال 9 opened برضو فهتبقى برضو ايه؟ مفتوحه. وبنسود اللي ايه؟ اللي ما بينهم، هي دي الانترفال اللي هي opened interval 1 and ايه؟ 1 and 9. طيب اول حاجه عايزها، عايز الاكس انترسكت الواي. الاكس انترسكت الواي هي عباره عن ايه؟ عن الجزء اللي في الواي والاكس الاثنين مع بعض، اللي موجود هنا وموجود هنا. فهيبقى من ال1 لل5، بس ال1 اوبن يبقى في واحده منهم، يبقى مش معانا، يبقى هتفضل اوبن. وال5 كلوزد في الاثنين، يبقى ال5 هتبقى ايه؟ هتبقى closed. طيب نشوف الاكس يونيون الواي، معناها كل اللي في الاكس وكل اللي في الواي. طب انا كل اللي في الاكس، الاكس من نيجاتيف انفينيتي دي الصغيره لحد كام؟ لحد الناين، بس الناين هنا اوبند والنيجاتيف انفينيتي برضو اوبند، يبقى ده الاكس واليونيون الايه؟ يونيون الواي. بعد كده اكس ماينس الواي، معناها ايه اكس ماينس الواي؟ معناها اللي موجود في الاكس ومش موجود في الواي. طب فين الجزء اللي موجود في الاكس ومش موجود في الواي؟ اللي هو الجزء ده، بس مش موجود ال1 مش موجوده في الواي وموجوده في الاكس، يبقى ال1 هتبقى ايه؟ هتبقى كلوزد، بس من هتبقى من نيجاتيف انفينيتي، لان انا بكتب الصغير الاول، لحد ال1. فالنيجاتيف انفينيتي هتبقى اوبن وال1 هيبقى كلوزد. بعد كده بيقول find the slope of the straight line passing through the two points 2 and 4 and 4 and 5. طبعا ده سهل جدا، ادي 4b اسهل ما يمكن يعني. اعطيني 2 points، انا عندي السلوب equal y2 minus y1 over x2 minus x1، حاجه كده على البوينت، اكتب ادي x1 وy1 وادي x2 y2 وما لخبطش، اكتب x1 و x2. فعندي ال y2 هتبقى equal 5 minus 4 وال x2 اللي هي ال 4 minus ال x1 اللي هي ال 2 هتبقى 4 minus 2 هيبقى equal 1 over 2. هو ده السلوب بتاع اللاين اللي هو الباسنج ثرو ذا تو بوينتس. مساله اسهل من السهوله يعني. بعد كده عندي 5a find the solution set in R، ولازم اركز هو عايز السوليوشن سيت في انهي سيت، في الانتجرز ولا في الريشنال نمبرز ولا في الريل نمبرز، عشان اعرف اجيب 125x كيوب minus 7 equal 20. هضيع النيجاتيف 7، هعمل اد 7 to both sides. في الايكويشن بنقول both sides، في الانيكواليتي بنقول all sides. هيبقى 125x cube equal 27. عشان اضيع ال 125 هعمل divide both sides by 125. هيبقى ال x cube equal 27 divided by 125. بعد كده take cube root to both sides، هيبقى x equal cube root of 27 over 125. يا اما ده يعني بتبقى الحاجات دي محفوظه او بعملها على الكالكوليتر، هيبقى عباره عن 3 over 5، عشان 3 times 3 times 3 equal 27، و 5 times 5 times 5 equal 125. يبقى عندي ما انساش ان السوليوشن سيت بتاعتي equal، وافتح البراكت كده بتاع السيت واكتب 3 over a 3 over 5. بعد كده
بعد كده 5B دي statistics. Find the mode of the following distribution. Find the mode of the following distribution. هنعمل ايه؟ هنرسم. هنرسم graph. عبارة عن ايه؟ اهو. ده كده الواي وده كده الاكس. عندي هنا ده الفريكونسي او الديستريبيوشن او الفريكونسي تيبل، تمام. عندي 2 ال 6 ال 10 14 18 22 26، فانا هقسم ادي ال 2 6، هنا في كل 4، هنا بلس 4 بلس 4 بلس 4 بلس 4 بلس 4 ايكوال 26، بلس 4 المفروض تبقى 30. فادي 2 6 10 14 18 22، طبعا بيبقى عندي الجراف بيبر 22 26 30. والفريكونسي هو ده اللي بيبقى السيت، الاكس اكسس بيبقى السيت والواي اكسس هو اللي بيبقى الايه؟ الفريكونسي. الفريكونسي عندي اشوف كده الرينج بتاعي من كام لكام، انا اعلى حاجه عندي كام؟ 10. فاعلى حاجه تاني بقى انا اقسمها 1 2 3 لحد 10. فعندي ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بعد كده هعمل ايه؟ هعمل بار جراف. هعمل بار جراف. انا عندي السيت 2، من السيت 2 للسيت 6 كام؟ 3. فهاجي من عند ال 2 واطلع لحد الكام؟ لحد ال 3، واعمل كده لحد الايه؟ لحد ال 6. طبعا بالمسطره هتبقى اسهل على الجراف بيبر. دي كده من 2 ل 6. طب من ال 6 لحد ال 5، هاجي من ال 6 واطلع بيها لحد ال 5 وبعدين اوصل لحد ال 10. بعد كده ال 10 عندي لحد ال 8، هاجي من ال 10 واطلع بيها لحد ال 8 وامشي بيها لحد السات اللي هي ال 14. بعد كده عندي ال 14 لحد ال 10، هاجي اطلع من ال 14 اوصل لحد ال 10 وطبعا المفروض ان دي تقفل على ايه؟ على دي كده، واوصل من ال 14 لحد ال 18. بعد كده ال 18 عندي 7، هطلع من ال 18 لحد ال 7. الله، طب اللي لحد ال 10 ده ولا حاجة، أنا هكمل ده لحد ال 10 ومن ال 18 لل 22 هاجي من عند ال 7 أو كده وارسم من ال 18 لل 22. بعد كده ال 22 لحد ال 5، فهنزل لحد ال 22
واجي من عند ال 22 كانت كام؟ كانت 5. هاجي من عند ال 5 لحد ال 26 وانزل باللاين بتاعي لحد ال 26. بعد كده ال 26 كانت من ال 2 لحد الايه؟ لحد ال 30. هاجي كده لحد ال 30 وانزل لحد الايه؟ لحد ال 2. طيب رسمت؟ اه رسمت. خلصت وقفلت وهنا اقفل كله؟ اه لازم يبقى كل ست من ال 2 لل 6 كلهم 3، ومن ال 6 لل 10 كلهم عند ال 5، ومن ال 10 لل 14 كلهم عند ال 8 وهكذا، ومن ال 14 لل 18 كلهم عند ال 10، ومن ال 18 لل 22 كلهم عند ال 5، ومن ال 22 لل 26 من ال 26 لل 30 كلهم عند ال 2. خلاص قفلت. اه طب امال المود هجيبه ازاي؟ المود هجيبه هاجي للبار اللي في النص، اعلى واحد للي في النص اللي هو الموست ايه؟ الموست كومن، عشان هو هنا عايز المود، فالمود ده اللي هو الموست كومن. وهاجي اعمل ايه؟ هاجي اعمل لاين يوصل من اليمين للفاليو اللي قبلها، ومن الشمال للفاليو اللي ايه؟ اللي قبلها. هيتقطعوا في ايه؟ هيتقطعوا في نقطه. النقطه دي هعمل بيها ايه؟ هنزل بيها على الاكس ولا هنزل بيها على الواي؟ لا هنزل بيها على الاكس. هنبص من على الجراف بيبر نلاقيها ان هي ابروكسيمتلي عند مين؟ عند ال 16. يبقى المود بتاعي equal 16. يبقى أنا هاجي عند الميدل اللي هو الموست كومن بار ووصل من اليمين للشمال اللي قبله ومن الشمال لليمين للي بعده. البوينت اوف انترسكشن دي هنزل بيها بالبنديكولار لاين على الاكس اكسس، اجيب المود ايه؟ اجيب المود بتاعي. وكده الامتحان خلص، خلصناه في وقت اقل من الوقت اللي هو المفروض اساسا يتحل فيه. المهم ان انا ابقى عارفه كل الستبس، واعرف ازاي كل مساله تتحل. الامتحان هيتحل في اقل وقت وراجع كمان. وكده يبقى الامتحان خلص. دي نسخه 2020 امتحان 5 اللي هو الجيزه.